ورجعنا لكم وفقرتنا التانية والأخيرة ريمونتادا. حابين نقول إن فوز الأهلي على الجونة عشان النادي الأهلي يحقق 12 نقطة من 4 مباريات، 14 هدف سجله من النادي الأهلي في أول 4 جولات لأول مرة بعد موسم 76، يعني من حوالي 44 سنة، وده رقم مهم جدا خلى ناس كتير قوي تخرج اللي جواها وعدم رغبتهم في تفوق النادي الأهلي وتحفظهم على النادي الأهلي ومخاوفهم أبدوها في شكل تصريحات غريبة جدا هنستعرضها عشان نقول لكم ما وراء السطور. نطلع للفيديو الخاص بالزميل هاني حتحوت ونرجع عشان عندنا تعقيب مهم جدا. في لقطات عظيمة أي خناقات جوه أرض الملعب ما بين الجمهورين نفسهم لما يتفرجوا على اللقطة الحلوة قوي دي هيحبوا الكورة، هيحبوا بعضهم والله، هيفضلوا يشجعوا مانشستر سيتي وهيفضل جمهور ليفربول يشجع ليفربول ويقطعوا بعض تشجيعا، لكن في النهاية عارفين إن في النهاية بص اللي بيقود ده واللي بيقود ده عاملين إيه مع بعض، حلوين إزاي مع بعض، ممتعين إزاي مع بعض. يا سلام على الروقان جوه أرض الملعب بيمتعك كرويا وبره أرض الملعب بالابتسامتين دول يعرفك يعني ايه معنى كرة القدم ويعني ايه الرياضة. يا ريت نوصل ليه. ممكن نلاقي امير مرتضى منصور وسيد عبد الحفيظ بيتكلموا كده يعني بدل قصف الجبهة، يعني ممكن لو سمحتوا نعمل كده، ايه رأيكم نجرب كده يمكن دمنا يبقى خفيف بجد. يعني مقدم البرامج اللي بيتحدث للجمهور عن عدم التعصب وعن اداء المسؤولين الاحترافي اللي هو نفسه بيفبرك اخبار، محتاجين نقف عند جملة قالها مهمة جدا ولا يجب أن تمر مرور الكرام. فكرة أن كابتن سيد عبد الحفيظ مع أمير مرتضى منصور بيعملوا مع الجمهور وبيتعاملوا مع الناس بعقلية قصف الجبهات. أولا كابتن سيد عبد الحفيظ واحد من أفضل وأنجح مديرين الكرة اللي مروا على النادي الأهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ الشخصية المحترفة المحترمة ما ينفعش يتم تناولها بالشكل ده بلا مبرر وبلا منطق. لو عندك تحفظ على تصريح قاله كابتن سيد عبد الحفيظ ممكن تقف عنده وتقول التصريح ده خطأ في كذا، أما الكلام المرسل نعتقد مش مقبول خصوصا لو بالشكل ده. على مستوى المهني وعلى مستوى الأداء وعلى مستوى السي في لا، نستعرض كابتن سيد عبد الحفيظ حقق إيه مع النادي الأهلي عشان نتكلم إن كابتن سيد عبد الحفيظ وكأن دوره في إطار قصف الجبهات. كابتن سيد عبد الحفيظ حقق مع النادي الأهلي 14 بطولة، 5 كمدير للكرة فقط، 5 دوري، 2 دوري أبطال، كاس مصر، و4 سوبر مصري، و2 سوبر أفريقي، 14 بطولة. كابتن سيد عبد الحفيظ مع الاحترام للجميع مفيش مدير كرة حالي في الكرة المصرية ممكن يقارن بيه على مستوى إنجازاته في موقعه. كابتن سيد عبد الحفيظ يا كابتن هاني لما تتكلم عليه أعتقد محتاج تتكلم بأسلوب مختلف تماما لأنه هو له قدره وقيمته أولا على المستوى الشخصي، ثانيا وقدره وقيمته من مستوى النادي اللي بيمثله، ولكن احنا فاهمين كويس قوي إيه اللي زعلك من كابتن سيد عبد الحفيظ وده اللي هيقوله لكم أحمد. لا هو الكابتن هاني حتحوت الأسبوع ده له تصريحات أو له بعض الافعال بالظبط كده حتى على تويتر كمان، يعني مش عارف مش متزنه الى حد ما. هو الحقيقه انت ممكن تضرب مثال كويس جدا لما تقول البيب جوارديولا وكلوب الاثنين المديرين الفنيين ممكن كتير جدا يكونوا على مستوى تنافسي بين افضل مدير فني وتاني افضل مدير فني، والاثنين بيلعبوا في الدوري الانجليزي وفي تكافؤ بين المديرين الفنيين. فلما تيجي تعقد مقارنه بين اي حد تحط فيها الكابتن سيد عبد الحفيظ اعتقد صعب هتلاقي تكافؤ الا مع مديرين فنيين كانوا بيقودوا مديرين كوره بيقودوا النادي الاهلي، مش بس على سبيل البطولات لا، التاريخ تاريخ كابتن سيد عبد الحفيظ كلاعب وكمدير كوره هو من التواريخ الابرز او الاساطير الابرز في تاريخ النادي الاهلي على مدار تاريخه في مديرين الكوره. بس انت عارف السر، عارف انا السر، عارف سر التصريح، هو التصريح بتاع الرباعيه اللي خدناه في الجون. بس هو الكابتن سيد عبد الحفيظ جاب التصريح ده ردا على الغل القروي، يعني حضرتك بتنهزم او بتخسر قدام انبي متزايل الجدول الدوري وجاي بتتكلم ان الاهلي اللي فاز على الجونه ما لعبتش بغل قروي زي ما لعبت ماتش 2-2 وكان ماتش 2-2 هو اللي خسرك الدوري مش ماتشات قبل كده. بالمناسبه الدوري اللي فات الجونه بالفعل كان بينافس على الهبوط لكن كان معاه حرس الحدود ومعاه الانتاج الحربي. حضرتك عملت ايه مع حرس الحدود؟
اديت له نقطه النجاه 1-1 وكان متقدم مع حرس الحدود. حضرتك عملت ايه مع الانتاج الحربي؟ اتعادلت برضه معاه وكان موجود مستر جورس. طبعا ده كابتن خالد الغندور اللي بيتكلم عن الغل القروي. هي كابتن خالد الغندور عنده مشكله الحارس العملاق ايه بالظبط، عنده مشكله شويه مع الغل القروي. وهنا بقى التويته بتاعت شادي عيسى اللي غريبه، يعني قال لك قبل الماتش هيلعبوا بشكل قوي جدا ويثبتوا نفسهم، وبعد الماتش قال لك حماس لعيبه الجونه امام الاهلي وسيكون مقدر نزيد قبل الماتش. لا حاجه، هو حب يعمل فخ، يعني انا كتبت كده لعيبه الجونه كلها قاعده مرصوصه في المحاضره بتستنى كابتن شادي عيسى هيكتب ايه، هينزلوا يقطعوا نفسهم في الملعب. ده طبعا غير بقى الاستاذ احمد الخضري والاستاذ صبحي عبد السلام، اللي واحد كتب حلوه التقسيمه والجونه سيمه. فكان طبيعي جدا كابتن سيد عبد الحفيظ يطلع يرد على التصريحات دي، يقول يا جماعه انتوا زعلانين ليه؟ هو احنا بس ده الجونه ده كسبناه اول مره نكسبه في الجونه 4، ده كمان ملعب الجونه ده اول مره نجيب عليه اكتر من هدفين غير مره واحده كانت قدام الزمالك. هل هو كده اتكلم في حاجه مش واقع؟ مش الاهلي فاز على الجونه 4-2 في ملعب الجونه؟ فين بقى قصف الجبهه؟ ده انا برد انا برد على بالظبط، انا برد على فكره الغل القروي اللي بتتكلموا عنها. هل الغل القروي ده هو اللي حرمك انك تفوز على حرس الحدود؟ هو اللي حرمك انك تفوز على الانتاج الحربي؟ اشمعنى مسكت في الجونه؟ الغل القروي ليه ما بتطالبش فريقك انت نفسه اللي المفروض بينافس على البطوله ان هو يكون عنده غل قروي؟ انت انزل، انت عايز تكسب، هو عايز يكسب، ليه ما عملتش غل قروي قدام انبي؟ ليه قدام اف سي مصر؟ تاريخ نادي الزمالك لو استعرضناه امام جميع الفرق دي بيتعادل وبيخسر نقاط كتير جدا. الفارق يا كابتن خالد، يا كابتن خالد، ان المستوى الفني للنادي الاهلي اعلى من المستوى الفني لنادي الزمالك، بالتالي النادي الاهلي بيحقق نتائج اعلى او افضل من النتائج اللي بيحققها نادي الزمالك قدام الفرقه دي. المعنى